أكثر من 1500 مزين من العالم كانوا موجودين. ولكن إحنا بنحكي لبعض خبراء التجميل هل في مضايقات للبوتوكس أو للشعر التالف؟ يعني إحنا بنعرف كحلاقين كمزينين سافرنا إحنا وعملنا مهرجانات وعملنا أكثر من اللازم، هل المواد التالفة المستحضرات السيئة الذي بأرخص الأزهاد تضر الشعر؟ أكيد. يعني بتضر هالشعر، بتتلف هالشعر. طيب احنا يعني اجتنا زبوني انا وياك عندنا واحنا معلمين وقلنا باع طويل في هالمصلحه، اسمحي لي نسري لانه هذا مجالنا شوي عم ناخذ بالعكس مبسوطه. هذا الوضع اللي بصير عندنا لما بتلاقي انت شعر مضروب، شعر مقصوص غير القص، شعر فيه تالف، البوتوكس هذا اللي نحن اللي بنعمل عنه. أعزائي المشاهدين، بس نوصل لكم شوي إنه البوتوكس ليس للشفايف فقط وبل للخدود ولا العيون وتحت العيون مثل الفلير. هذا البوتوكس عالمي، البوتوكس إشي مصنع في أمريكا تحت جودة عالمي، بيعمل على تكنيك الشعر، بعطيك لحلمة الشعر، لبصيلة الشعر مثل ما تفضل أستاذ سامي، لحرشيف الشعر بعطيك ثلاث الأقسام هدول، بتنزرع هالنبتة بتدخل هالنبتة فيه، عم بيعمل إشي كتير 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 حلو. وأنا بدي أطلب كمان مرة من مسيو سامي لأعزائنا المشاهدين وأعزاء قناة نورمينا وأعزائي في الوطن العربي كافة إنه يوضح الأمور ببساطة لكي الست لما تدخل على صالون أو على سنتر أو على بيوتي سنتر تقول إشي كتير حلو. وإحنا عملنا شعر نسرين بالبوتوكس كمان، وشوف شعرها اسم الله عليك ناعم وله لمعة. فياريت نتفضل شوي زي ما تفضلت مسيو خليل. البوتوكس عم بيعمل تغليف على الشعر، فإحنا لما منيجي منجيب المادة هاي عمالها بتغلف الشعر، طبعا له طرق بعمله. نعم. بتغلف الشعر، وبعد هيك حنستعمل عم نستعمل الفير اللي هو على درجة ستريت مار، يعني على قول على 140 على 220 شيء هيك بنعطي الوضع. هذا عشان تدخل المادة لقلب الشعر. نعم. وتحيي المادة من جديد، عشان زي ما قلنا العوامل هاي كلها، يعني مثل نبتي أسقيناها ماي، اتفحفحت هالنبتي، بدأت تغلف هالنبتي، بدأ بها السماد يشتغل بها النبتي ونطلع فيها وتورد هالنبتي والشعر زي ما حكينا احنا في بدايتنا. نعم. في بداية حلقاتنا ست نسرين، الشعر بحكي والشعر بيغني والشعر برقص والشعر بيزعل. فمسيو سامي اليوم بده دايما بدي ادخل في خصوصيات وهيك اللي اقدر اعرف شو هالبوتكس هيدا قد ما عملنا عنه واشتغلنا فيه، لانه قليل. أنا كنت حابب يعني بس لضيق الوقت اليوم كنت حابب إنه نعمل شيء حلو كثير بالحلقات القادمة إن شاء الله. بالحلقات القادمة تانية بنستضيف تستضيفنا وباجي بعمل شعر قدام الناس عشان أثبت للعالم إنه نعم رايحين نعمل لموديلز لعدة بنات صبايا أوامير، بنعمل لهم أكثر من 3-4 بوتكس على الهواء. احنا وياك نشتغل ونقدر نوصل المعلومه كيف البوتوكس عم بيطلع بطريقه صحيحه. وانا اخذت الوقت منك ست نسرين، تفضلي حبيبي قلبي الله يخليك. تفضلي ست نسرين. معنا اتصال من امريكا. الو صباح الخير. الو مرحبا محمد. نعم محمد جراح معك من امريكا، كيف الحال؟ الصوت مش واضح. صباح الخير. الو مش محمد، صباح الخير. الله يعطيك العافيه سيد خليل، ونصبح على السيد سامي بوشكة وعلى الأخوة بقناة نورمينا من المخرج والمذيع. مش واضح الصوت على فكرة. هلا هيك واضح؟ ألو؟ نعم محمد. واضح الصوت الآن؟ واضح واضح سيد محمد واضح. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. حابب أول شيء بداية أصبح على الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وحاب إني أصبح على الأخوة والزملاء الأخ خليل السيد والأخ سامي بوشي. الله يخليك مسيو المخرج وعلى الجميع. أهلا وسهلا فيك. عم بسمع عم تحكوا عن موضوع البوتوكس، يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا أنه الجال الأردنية هنا بالولايات المتحدة الأردنية مستلمين أو هم يعني ناس فاعلين بين المجتمع الأمريكي. نعم. إحنا هنا مصنع اللي متصنع البوتوكس والتريتمنت تبع الشعر هنا بأمريكا. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الورد. أهلين. يسعد صباحك. أنت عندك مسألة أنك، لكن إحنا بنقول لك بصباح الخير وصباح الأردن ووردة الحنون تصل إليك لأمريكا.
وصلت يا سيدي، طول عمرك. الله يخليك استاذ محمد، انت من المميزين في الصناع، وانت من المميزين من في الاردن، كنت ولك باع طويل في خبره التجميل، واحنا حكينا بعده حلقات حول الاتصال الذي دار بيننا انا والاستاذ سامي معك، كونك كمصنع عالمي ما شاء الله، نفتخر فيك ونفتخر في شخص اردني مثلك هيك في طريقه كثير حلوه، عم بعطينا شغلات العالم كله تباهى فيها مسيو محمد. اشكرك اشكرك يا خليل، هذا معلم ان شاء الله احنا ما احنا بنكون خدامين لكم. الله يخليك. صباح الخير مسيو محمد. لساتنا نتعلم. صباح الخير مسيو سامي. بقول لك صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد ابو السيم، كيف الحال؟ استقلك حبيبي. الله سامي كان هنا بامريكا وعمل كذا شو هون بالولايات المتحدة، وأبهر حتى الأمريكان أنه هنا ما شاء الله. تبارك الرب. تسلم. إحنا هون إحنا هون بنصنع كل مواد التريتمنت تبعت الشعر والبوتوكس والكيراتين والبروتين. إحنا هون بنصنع وبنصدر ل 27 دولة تقريبا. نعم. إن شاء الله قريبا حتكون في مفاجأة، حنستضيف الآن عم نعمل إحنا عرض إن شاء الله حيكون على الصيف السنة القادمة إن شاء الله، كل عملائنا هنا من الامريكان والكنديين. احنا بدنا احنا بدنا ببلدنا استاذ محمد. نعم نعم، هذا بالاردن بالصيف القادم غير تبع جمهوريه مصر العربيه. نعم نعم بعدين هون بالاردن عندنا رح يعمل. نعم هذا طبعا يعني هذا بلدنا الام، بس الان في مصر يعني بحاجة إنه لتشجيع السياحة، فإحنا قررنا إنه مصر بشهر 3 إن شاء الله حتكون بشهر 7 عم نشتغل عليها إنه تكون إن شاء الله عنا بالأردن، حيكون عدد كبير من الأمريكانية. نعم. إحنا بنوجه كمان بنوجه للرابطات في مصر ولسيد سيد العدوي وسعيد عمران وسيد محمد السعدني والسيد كل الفنانين العمالقة اللي اشتغلوا معنا في المهرجانات العالمية وكل الروابط والنقابات في جمهورية مصر أرض الكنانة، لهم منا كل الاحترام والتقدير، وإحنا إن شاء الله راح نثبت وجودك ووجودنا على أرض العالم، كيف إحنا عندنا قدرة كأردنيين، وأنت أثبتت في مهرجان كازون لبنان أستاذ محمد كتير لك سمعة وإلك صيت يتباهى فيه كل أردني جميل في هذا الوطن الطيب. الله يخليك اخي خليل. احنا لما ننزل احنا بنشارك بمهرجان، اول شيء احنا ما بنشارك باسمنا، بنكون احنا بهمنا مين احنا بنتهاوش. اختي نسرين. ايوه حضرتك نسرين مش هيك؟ نسرين تفضل. احنا بنتهاوش قبل هذا مين بدي يحمل العالم الاردني، بيكون احنا هدفنا ان طالعين نمثل بلدنا. لا. طالعين نقدم فن، احنا ما لنا علاقه بامور سياسيه او امور هذا. احنا بننزل نقدم فن توصلوا رساله وان شاء الله. احنا دائما احنا سنه 2005 احنا جبنا المركز الاول بفرنسا، المنتخب الاردني كبحكي كفريق وليس كشخص، فان شاء الله احنا نكون احنا نقدر نقدم شيء للمزي الاردني، وان شاء الله كل احنا منتجاتنا حتكون بالاردن قريبا جدا. احنا متواجدين بالخليج العربي وموجودين بافريقيا وموجودين بكندا، ان شاء الله بمنتصف 12 بتكون كل منتجاتنا موجودة للأسواق إن شاء الله. إن شاء الله.